باش نقترحوا لهم واحد التخربيقه. هاكا حد داري يزيد تا هو 100 لا صافي بلاتي غير بلاتي راني بيسم شوف ديال الوقفة هو الاحتجاج على المعاملة التمييزية اللي كنتعرضوا ليها كمعاقين وكمكفوفين بشكل خاص داخل الوكالات البنكية، من طلب كيطلبوا منا إحضار شهود وكفيل وتوقيع على التزام أننا نتحملوا فيه كامل المسؤولية. حنا كحقوقيين كنرفضوا هذه الممارسات، كنعتبروها لا دستورية تمييزية فيها واحد نوع من الاحتقار والظلم لينا كمواطنين. حنا مواطنين كاملين الاهليه، من حقنا ندخلوا الابناك ونتعاملوا في الابناك وناخذوا حقنا لا ضرر ولا ضرار. استقبلنا السيد الشريبي اللي هو مدير الفرع بنك المغرب في الدار البيضاء، وهضرنا مع مسؤول في سيرفيس جوريديك بنك المغرب، واعطانا موعد للنقاش واحد الميثاق جديد. هذا الميثاق هذا غنحاولوا نخدموه اونصومبل، هما من جهتهم كبنك المغرب وحنا من جهتنا كمجتمع مدني، باش نعطيو الراي ديالنا فيه، لان ما خصناش نتسناو تيخرج الميثاق يقدر يكون فيه شي ثغره او شي حاجه حنا ما قابليناش ونرجعوا لنقطه الصفر. حنا راه دابا تقريبا سنه وحنا كنراسلوا بنك المغرب على هذا الموضوع، لان الناس ما كتقدرش تمشي للابناك، الناس الكونطات ديالها ما كتقدرش تصرف بها بحريه، الناس خدموا وما فتحوش حسابات بنكيه. دونك لهاد الاسباب كامله حنا جينا اليوم وتلقينا هاد الوعد هذا ديال اللقاء اللي غادي يكون الخميس، وكنتمناو اننا نكونوا حنا مرنين وحنا كلنا امل ان هاد اللقاء يصفر على ميثاق جديد اللي كيحمي الجميع. اليوم جينا هنا للبنك المغرب على اساس اننا كنرفضوا هذيك القضيه ديال جوج شهود، فبانني نبغي نخرج فلوسي من البنكه او ندير اي عمل خصني يكونوا معايا جوج شهود. هذه العمليه مرفوضه، ولكن الحمد لله قالوا على اساس انها ما بقاتش، ولكن اش غنقول لك، بدلوا بمكرف. قال لك غتمشي تكتبوا لينا التزام بانك اي حاجه وقعت لك تحمل مسؤوليتها. هذه القضيه احنا ما قبلناهاش وما غنقبلوهاش، ودخلوا الناس اللي كينوبوا علينا، السي الحداني وبنتي لمياء، والحمد لله توصلوا اننا غيكون عندنا اجتماع يوم الخميس المقبل ان شاء الله مع السيد مدير بنك المغرب، وكل الامور ان شاء الله غتحل.